الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولاليال مانتا وحن كهلينا بشن أن كجرنا ومحرم بشا محرم مانتا واللبو وبشا بلها إسلام كأوه الرئيسي سنة كنا أكبر لابمو الله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 40 لقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رسولكم يقول صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا سنة كوالبية تومبلود سوى حديث آيات فصيرية منها 4 حرم أفر بلود أو حرم قار لا كجرته 3 متواليات صدح ويسكحيغان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وبشا ذو القعدة وبشا لو يقانو سلطال يعرفو يزكو وبشا مانتا لوضاء وصنة كنا وكبل لامو إيو بشا أفراد أو رجب مضر التي بين جماداء وشعبان مركا أفرتها بلوت باقوني فضل كاروا إلهينا وحجيري سوى مروال بالظلمي يدنبيغو يمعصيادو عين هابونين هادينا وحولي فلا تظلموا فيهن أنفسكم أفرتها بلود وحبيان للظلمين علمادو وحيي لهذين أفرتها بلود محرمادا دنبيغ الله سمية وكوك الله سمية وكوية سيدا أجر كبلاها الله سمية وقوية هاي أجر كبلاها الله سمية وحولي عالمك قتادة ومفسر كاها هذا الكيسنا وحاسو قوري ابن كثير أياسو قوري إلهي وحو كدورتي إن الله اصطفى صفايا من خلقه الله وكلا دورتي خلقك أو أبوري مخلوقاتك الله أبوري وهذا نكلا دورتي ملائكة وحو كدورتي الرسول قوني سيدي جبريل يا ميكايل يا إسرائيل هذا رتي سيدي قوني دا عماشا قارك أو هيا هو قوني أبو دورتي ملائكة وحو كدورتي ضدكنا بنو آدم كان الرسول بكدورت يا علماء يا إن وناكسن بكدورتي كلام كان إلهي وحو كدورتي ذكر جايسة أيو دورتي الله سبحانه وتعالى أرض وحو إلهي كدورتي مساجد كدورتي شهورتي بلهنا وحو كدورتي بشهر رمضان إيو بلها أشهر حرم كأيو كدورتي مالمها وحو كدورتي يوم الجمعة كدورتي هبيندنا الليلة القدر كأيو كدورتي وحو فعظموا ما عظم الله وحي إلهي وينيه وينيه وحان أمورت اللو وينيه وحا اللو وينيه عند أهل العلم والعقل مركة هل وينيه مالمها يغا يعرمها قوني ده هدبا إن لصومو بشان أو بشو أو رنب لصومو انتي معنى كل قيد ما حاجر رسول كو بلد مايستران مسومين مركة رمضان أغريبه بلد مايستراني مجرتو مدلا بعد بشان فضلك وكسو أرورو رسول كوري هلا صوم ويقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بشان رمضان مركي لقى صوته صوم لصوم وحا وفضل بلان بشان محرم با وفضل بلان علينا علماء سيدي الله جمع حديث كان يا حديث كي كلا رسول صلى الله عليه وسلم بشان شعبان إنه أقسوم جري كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا سيدي الله جمعنا يا علينا علماء ولا علا فضلك بشان وحيدين لو شيغي اخر حياته مركي او دنبيسي مركا من مكان سن الرسول صلى الله عليه وسلم اركي دونو سنهدكي او دنبيي انو صوم هذا التاريخ عاشوراء اي لهدهي او مالينتا عاشوراء لا بخداي اي لهدهي ابن عباس با وله رسولكم مركو يميد مغالدا مدينه او سو غلاي يهود او صومه بو يميد وحو يري واي ادو سوميسان بشان مالينتان توبناد مخا دحاي ادو سوميسان وحيدادان ومالن إلهي رير بني إسرائيل إيام موسابة وكبت بادي عدوودي فرعون هذا بوان سومينا شكر بان سومينا إيام مارتين أنه مهد نقبان سومي إلهي إنو بدبادي دادك ونكسنا رسولك وحوري فأنا أحق بموسى منكم هذا بوان إذن كجاها بوان موسى إذن هاجر موسى لبان نبي بإسليهن يقا كحيقا لبا الرسول بيسليه لبا المؤمنين بيسليه لبا السوء أنا إذن كغها بون إنان صومو طيب والرواية ذاك لو فسامه مرك رسولك وو صومي وأمر بالصيام إن لصومنا ضد كيبو أمري وحديثك بخاري مسلم مسلم باوحو زيادية شكرا لله تعالى بو صومي إنو كل شكرنا أيو
بخارينا وحو زيادية ونحن نصوم تعظيما له وينين أن وينين الرواية كالي أنتم أحق بموسى منهم فصوموا أمر بوهك به إذن كا كاها بونا إذن كنا صوم أو بشان هلا صوم هذا ما لنت عاشوراء أو طبنات وإن شاء الله تعالى أن رجينا هنا سبت ذا صوص وتكو آدن تهي صوم كذا محاكو صو أروري ما سبت ذا بريئة وبريس بسبت ذا سبت ذا كلا إن شاء الله تعالى رسولك وحوري ما رأيت وحوري ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم أي يوم عاشوراء ولي ما أرق مالين الرسول كسيجار أو قد ذلك صوم كذا مالين كان سدو قد ذلك جري إيو بشهر رمضان بالأهان هدي لروا رمضان لكن مالين أهان مالين تاسو قد ذلك جري هذا صيام يوم عاشوراء رسول كوري صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صوم يوم عاشوراء وحان رجينا يا صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله خطبة مركز الوجرو إمامك وحوصيح كرا لبدا قعمود ديب إن لورد ديغو أو رولك لغو تاكسو مبنانا خلال الخطبة مركز داتك سيدا أوفر ديغو داني هبدلان إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير طيب صيام يوم عاشوراء وحور صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فإذا كجر توام حتى ترى إن مالك هلا صوم سنة كي هو رؤور دن بيجي كارد عيبا إلهي كرجين بولين إلهي إلاف سبحانه وتعالى طيب هذا بس صوم يوم عاشوراء ومالنت الطبنات بيش كجرته تاسوعان ومالنت السقالات هذا بس سقالات محاكو سوء أرور أيضا إلا الصوم وجمع هذا سوء سوء إن شاء الله تعالى كؤادن ووليبا ضد بضان وشكي قلية سبت ذو كل يدا إلا الصوم أما جمع ذو كل يدا إلا الصوم بحمد الله وتوفيقه هذا إسكو جريان لبضوضيبا شكي قاسنا ضدك وكبح هاي يدو سيدا قول كالراج حابا أي تاي إلا الصوم كارو أدي إحتا كل يدا هاي هذا شو وصلب حيا شكي ما دامو لبضوضي اللي إسكو درايو حديثك إلا إسكو دروه رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل وحيلوا لي يا رسول الله يهود ما لنتان صوما ينصارى ذو لبضه ووي صومان فكانوا سوينا خلافنا ما رسولكم حورن جل خالف اليهود والنصارى طيب وحيلوا لي حتى بصنا تكسو صعودا وحن سومي دونا سقالاتك بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله صمنا اليوم التاسع سنة كي سو سعودين رسولكم مبقارين وقيريودي روايك لو حول الله إن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة هدان نولاده الشارع يهيد بالعين وسنديد نولانين هدان نولاده سنة كسوسع سقالات كان سومي ولماذا هالكاس يسكو قبتينو سقالات كان لسومي مطبن كي ملغتها وما سقال كان لو قورة مثل سقالات كوالغو درا على القول الراجح والسكو دريا سقالات كي طبنات كوالسكو دريا محاج الرسول كو طبنات كان ووصومي نولشيس وسومي جري سقالات كان ونيودي مركا لبضا الرموت بإن لا اسكو دارو أيو سنوه نقنية إن شاء الله تعالى هطبا إن شاء الله تعالى بشان سون كيدا أيان قفكي أوودوردن ودردار مينا بشو مانتا واللبا ويبلتي سند كي عصباء إسلام كون إيادو ونوب بشي تاريخ دا إسلام كي إيو وحيابها بدن الدين تيني هنا دي بلها إسلام كي كحوليهين إن شاء الله تعالى سبت ذا صوص وعطي الجمعة ذا صوص وعطا وفقاً مالمها كالسومي كرين لبضا مالمونا يين الرافين إن شاء الله تعالى أيها المصلون صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا وتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاء إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.